السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا، معكم عزة محمد وفيديو جديد، فيديو مفيد والجزء الرابع من سلسلة احتراف باوربوينت. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الجزء الأول من قائمة هوم واللي كان فيه تنسيقات الخطوط من نوع وحجم ولون وازاي أنسخ وازاي أكرر تنسيق معين. النهاردة هنتكلم عن الجزء الخاص بتنسيقات الفقرات اللي هو الباراجراف والأوامر الموجودة فيه. الجروب بتاع الباراجراف فيه الأدوات الخاصة بتنظيم قطع كاملة أو محتوى كامل نصوص على بعضها. هما دلوقتي مش متنشطين علشان أنا مش واقفة عند أي نص، لازم يكون المؤشر بتاع الماوس عند تكست بوكس معين علشان الأدوات دي تتنشط وتشتغل معي. أول حاجة عندي البوليتس، ودي اللي بتعمل نقط في بداية الجمل. هروح لشريحة يكون فيها عبارات تحت بعضها علشان أطبق عليها البوليتس. لو عملنا سيلكت للجمل دي وفتحنا بوليتس، ممكن أخلي بداية الجمل بالشكل ده أو بالشكل ده أو ده أو ده، بختار اللي أنا عايزاه. ولو مش عايزاها خالص يبقى هفتح برضو عند بوليتس وأختار نون. طب أنا عايزة أحط شكل في بداية الجمل بس مش حاجة من دول خالص، عندي صورة معينة وعايزة أخليها في بداية الجمل، في الحالة دي أنا بفتح بوليتس وبضغط على بوليتس أند نمبرينج الموجودة تحت دي علشان أدخل على الكمبيوتر بتاعي وأطلع الصورة اللي أنا عايزاها موجودة في بداية الجمل بتاعتي. الجملة اللي أنا عاملة عليها سيلكت دي عنواني، فأنا عايزة أحط صورة تدل على إن هنا في لوكيشن معين، بضغط على بيكتشر وبعد كده فروم فايل علشان الصورة اللي أنا هجيبها دي موجودة عندي على الكمبيوتر، بحدد الفولدر اللي هي فيه وأوبن، وبعد كده أختار الصورة المناسبة وبعد كده أضغط إنسيرت. زي ما أنتوا شايفين حط الصورة أو الأيقونة بتاعت اللوكيشن قبل السطر بتاع العنوان أو قبل جملة العنوان. طبعا الحاجات دي بتبين البرزنتيشن بتاعي اكثر احترافيه، احسن من ان انا احط بوليتس وهم دول واحده عنوان وواحده رقم تليفون وواحده واتس. طب دول رقمين للاتصال، فانا هحط قبلهم صوره تدل على ان دي ارقام للتواصل. بنفس الطريقه هعمل سيلكت للارقام واضغط بوليتس وبعدين بوليتس اند نمبرنج بيكتشر فروم افايل، وأحدد الصورة اللي بتدل على أرقام التليفون وإنسيرت. دلوقتي البرنامج أدرج الأيقونة تدل على إن دي أرقام تليفونات وحطها جنب الأرقام. آخر رقم ده خاص بالتواصل عن طريق تطبيق الواتساب، هعمله سيلكت وبنفس الطريقة هحط له صورة تشير إلى إن الرقم ده للواتساب. هحاول اقرب لكم الصورة شوية، نعمل زوم ونشوف قد ايه الخاصية دي جميلة وبتبين البرزنتيشن جميل. ولو انا عايزة الجمل عندي تكون مرقمة هضغط على نمبر واختار اللي انا عايزاه، عايزاها 1 2 3 زي كده اضغط عليها، ولو عايزاها من الحروف دي هضغط عليها، لو عايزاها تكون A B C كابيتال بضغط عليها، ولو عايزاها تكون A B C سمول برضو بختارها أو بضغط عليها. أي شكل أنا عايزاه بختاره بيتطبق على الفقرات اللي عندي، لو مش عايزاه خالص هضغط على بوليس ومنها أختار نان. هروح لشريحة يكون فيها نص كبير شوية. هنا لاين سبيسنج لنسبة التباعد بين الأسطر، بيزود لي المسافات بين السطور. هنحدد النص اللي عندنا وادوس هنا عند لاين سبيسنج، كل ما بزود الرقم بيزيد التباعد بين السطور أو المسافة بين السطور بتزيد.
هنا التكست دايركشن، وده الاتجاه النص، يعني هخليه أفقي ولا رأسي، ولا أخليه يلف 90 درجة أو 270 درجة، أو ستاكد اللي هو الحروف المفرطة زي ما أنا عايزة. بحدد النص وليكن العنوان ده، ومن التكست دايركشن هختار هوريزونتال، دي لو عايزاه أفقي يطلع بالشكل ده، أو أحدد النص ومن التكست دايركشن هاخد روتيت اول تكست 90 degrees. لو عايزة أعمل روتيت يعني النص يلف، شوفوا قلب لي النص بالكتابة بالشكل ده، ممكن أحدده، ومن التكست دايركشن هختار روتيت اول تكست 270 degrees. لو عايزة يتقلب الناحية التانية بيطلع بالشكل ده، وممكن أحدده، ومن التكست دايركشن أخليه ستاكد، وده اللي بيخلي الحروف مفرطة بيطلع كده. كمان موجود عندي مور اوبشنز، هلاقي حاجات من اللي قلناها وحاجات تانية زيادة. عندي الفيرتيكال الاينمنت اللي هي المحاذاة الأفقية، ودي فيها توب ميدل توب سنتر بوتوم ميدل سنتر بوتوم سنتر، على حسب ما هختار هيتحدد النص هيكون فين بالنسبة للتكست بوكس، يعني الكلام هيكون في أعلى مربع النص ولا في منتصفه ولا في أسفله ولا فوق في المنتصف ولا في منطقة المركز بالظبط اللي هو الميدل سنتر، اللي هو يعني السنتر أو المركز بتاع مربع النص، ولا في منتصف الجزء السفلي. بعد كده موجود التكست دايركشن اللي جواها أفقي والنص يلف 90 درجة أو 270 درجة أو حروف مفرطة. ولو عايزة أعمل هامش من ناحية الشمال هضغط هنا عند ليفت مارجن وأحدد الرقم. لو عايزة أعمل هامش من ناحية اليمين هضغط عند رايت مارجن وأحدد الرقم. ولو الهامش هيكون من الأعلى يبقى توب مارجن وحدد الرقم، ولو الهامش هيكون من الأسفل هيبقى بوتوم مارجن وأحدد الرقم. وموجود الشيب فورمات، هعمل شريحة جديدة علشان تكون فاضية وأشرح عليها الأدوات اللي جاية دي. وطبعا ما ينفعش في الباوربوينت إن أكتب كده في أي مكان، لازم في الأول أعمل تكست بوكس وبعدين أكتب فيه زي ما أنا عايزة. هكتب جملة بالعربي، لاحظوا الكلام جاي من الشمال ورايح على اليمين، وده عكس أسلوب الكتابة باللغة العربية. هكبر الخط شوية علشان يبان، ونروح للشيف فورمات اللي موجودة جوه المور أوبشنز علشان نكمل كلامنا. عندي تكست فيل أغير منها لون التعبئة بتاعت النص، وكمان لون الحدود اللي حوالين النص. هضغط تكست فيل وأغير اللون من كلر، هختار اللون ده مثلا، زي ما انتوا شايفين لون النص اتغير. هحدد الجملة تاني، أنا هكبرها هنا شوية علشان الإفكت اللي جاي يبان. هروح للتكست أوتلاين اللي هيعمل لي حد حوالين النص، هختار مثلا اللون الأصفر، هزود عرضه علشان يبان ليكم كده. النص بلون والحدود اللي حواليه بلون تاني. نفس النص هحدده تاني، ومن التكست أوبشنز هضغط على تكست إفكت واختار أي تأثير أنا عايزاه. عندي مثلا شادو علشان أعمل ظل للجملة دي، من بريسيتس هختار ستايل الظل، اختار الستايل بتاع الظل اللي انا عايزاه، وبعدين اختار لون الظل.
نختار مثلا درجة من الأزرق علشان يكون مختلف عن اللونين اللي احنا استخدمناهم قبل كده، وهزود الديستانس علشان يكون في مسافة كده بين الظل وبين النص فيبان ليكم أكتر. يعني كده أنا طبقت على الجملة دي ثلاث تأثيرات، غيرت اللون بتاع النص وحطيت حدود حواليه باللون الأصفر وعملت شادو باللون الأزرق الفاتح. هروح لشريحة يكون فيها نص كبير شوية، لو حددته ودست هنا increase list level هيعمل لي indent، يعني هيرحل لي الكلام لقدام شوية، كل ما بضغط الكلام بيترحل لقدام، ولو عايز الكلام يرجع في الاتجاه التاني او العكس يرجع تاني للوضع الاولاني هضغط على decrease list level. الكلام هنا انجليزي فمؤشر الكتابة على الشمال، هعمل شريحة تانية فاضية واكتب فيها بالعربي. لو تلاحظوا الكتابة جاية من الشمال ورايحة على اليمين، وده لأن المؤشر كان على الشمال علشان كنت كاتبة قبل كده بالإنجليش. المؤشر كان عند أو الأيقونة بتاعت Left to Right Text Directions كانت متنشطة، وده معناه أن أنا هكتب من الشمال لليمين. لكن أنا مدام بكتب بلغة باللغة العربية دلوقتي يبقى لازم مؤشر الكتابة يكون على اليمين، يبقى هضغط على Right to Left Text Direction علشان يخلي اتجاه الكتابة من اليمين للشمال. كده كل الجمل اللي جاية هيكون اتجاه الكتابة فيها من اليمين للشمال. لو جيت كتبت انجليزي هبص الاقيه بدأ من اليمين للشمال، يبقى برضو ارجع واغير تاني في الاعداد ده واخليه left to right text direction. يبقى لو بكتب عربي هضغط على right to left، ولو بكتب بلغة اجنبية او بكتب بالانجليزي يبقى هضغط على left to right. نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هي كولم، ودي اللي بقسم بيها النصوص اللي عندي على حسب ما أنا عايزة، هخليها على عمود واحد أو عمودين أو ثلاثة زي ما أنا عايزة. لو عايزة النص اللي عندي ده يكون على عمود واحد فبحدده وبضغط على one column اللي هو معمول دلوقتي. لو عايزة النص يكون على عمودين بحدده وبضغط على two column، بيطلع على عمودين. لو عايزة النص اللي عندي يكون متقسم على ثلاث عواميد بحدده وبضغط على three column، وهكذا زي ما انا عايزة بيتقسم النص اللي عندي على عواميد. الايقونة اللي بعد كده هي align text، ودي فيها top middle bottom ومore options. More options دي اللي شفناها قبل كده. آخر أربع أدوات هنشوفهم في الفيديو النهاردة، ودول المحاذاة Left وCenter وRight وJustify. النص اللي هنا مكتوب على الشمال، فأول ما حدده بتتنشط عندي Left، ممكن أخليه Center في المنتصف أو أحدده وأخليه رايت يبقى على اليمين. وآخر حاجة جاستيفاي، ودي اللي بتظبطه من ناحية الهوامش وبتخلي التنسيق بتاعه كويس. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا من معلومات التنسيقات في نصوص الباوربوينت. ما تنسوش لو بتشوفونا لأول مرة تعملوا سبسكرايب للقناة وشير واللايك للفيديو لو عجبكم. دمتم بألف خير وسلامة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.